اتهمت وزارة العدل الأمريكية منصة تيك توك بالانتهاك واسع النطاق للقوانين التي تحمي خصوصية الأطفال. وذكرت دعوى وزارة العدل أن تيك توك أتاحت عمدا للأطفال إمكانية إنشاء حسابات وتصفح الشبكة الاجتماعية، موضحة أن التطبيق والشركة المالكة له يقومان منذ العام 2019 بجمع وتخزين مجموعة واسعة من المعلومات الشخصية عن هؤلاء القاصرين دون إبلاغ ذويهم أو الحصول على موافقتهم. الوزارة أشارت كذلك إلى أن ملايين الأطفال دون 13 عاما طالتهم عمليات مكثفة لجمع البيانات بسبب المنصة، مشيرة إلى أنهم تفاعلوا مع مستخدمين بالغين وتمكنوا من الوصول إلى محتواهم. قال رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي إن كاميلا هاريس حصلت رسميا على العدد اللازم من أصوات المندوبين للترشح عن الحزب، في حين أعلن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب عن اتفاقه مع قناة فوكس نيوز على إجراء مناظرة مع كاميلا هاريس نائبة الرئيس والمرشحة المحتملة للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. دخلت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التاريخ بوصفها أول امرأة ذات أصول جنوب أمريكية هندية تخوض معركة الرئاسة الأمريكية صوب البيت الأبيض. فخلال المرحلة الأولى من انتخابات التصفية الحزبية التي جرى اختصارها بسبب انسحاب الرئيس جو بايدن المتأخر من السباق، ضمنت هاريس تعهد أكثرية مندوبي مؤتمر الحزب الديمقراطي بتأييد ترشيحها للانتخابات عندما تنعقد هيئته العامة في الفترة ما بين 19 و22 من الشهر الحالي. واستطاعت هاريس خلال فترة قياسية من سد الفجوة مع مرشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب. واليوم يشير أحدث استطلاع رأي أجرته رويترز إبسوس إلى تقدمها بفارق نقطة مئوية على ترامب. كما استطاعت حملة هاريس جمع أكثر من 310 ملايين دولار الشهر الماضي، وهو أكثر من ضعف المبلغ الذي جمعته حملة ترامب في الفترة ذاتها. قفزتها السريعة تلك طرحت تساؤلات بين المراقبين عما إذا كان بمقدورها الاحتفاظ بزخم الانطلاقة، خصوصاً وأن حضورها بصفة نائب الرئيس كان بالكاد ملحوظاً، فصعودها المفاجئ جاء بحسب المراقبين نتيجة إلى توق ديمقراطيين لإيجاد بديل عن بايدن، فضلاً عن تزايد النفور من ترامب في أوساط بعض المستقلين والشباب. وأمام هاريس اليوم محطات مفصلية خلال معركتها الانتخابية لضمان استمرار صعود نجمها، فهي تجري خلال الأيام المقبلة مقابلات لاختيار منصب نائب لها لتعلن عنه في السابع من الشهر المقبل. كما أن الخطاب الذي ستلقيه في ختام مؤتمر الحزب الديمقراطي سيشكل فرصة لعرض برنامجها وكشف أولوياتها الانتخابية. وبعد الأداء الكارثي الذي قدمه الرئيس بايدن في المناظرة الأولى مع ترامب أمام هاريس، مناظرة كانت معدة مسبقاً مع ترامب، إلا أن الأخير أعلن عن اتفاقه مع قناة فوكس نيوز على إجراء مناظرة مع هاريس في الرابع من أيلول المقبل. وسبق أن قالت هاريس الشهر الماضي إنها مستعدة للمناظرة بعدما اقترحت فوكس نيوز إجراء مناظرة رئاسية بين المرشحين في 17 من الشهر المقبل، غير أنه لم يتضح في الوقت الحاضر إذا ما كانت وافقت على الموعد الجديد. ينضم إلينا من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون الدكتور أدموند غريب. دكتور أدموند أهلا وسهلا بك. إذا نطالع هذه الاستطلاعات الأخيرة التي قد تظهر فارقا أو تقدما لكاميلا هاريس فيما يتعلق بهذه الاستطلاعات الأخيرة اليوم، إذا ما تحدثنا عن الوضع بشكل عام لربما العوامل التي أثرت على ذلك إن كان ملموسا وما هو منتظر؟ دكتور أدموند هل تسمعنا؟ نعم. دكتور أدموند سأكرر السؤال مرة ثانية، نتحدث عن هذه الاستطلاعات الأخيرة التي تظهر بعضا من التقدم لكاميلا هاريس بعد ما كان الوضع سابقا مع انسحاب ترشح الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، اليوم نتحدث عن العوامل التي أدت إلى هذا التقدم وما هو منتظر في السيناريوهات المقبلة؟ أعتقد أنه يعني إحدى العوامل المهمة التي ساعدت هاريس لان هي ان توحد الحزب الديمقراطي، القيادات الحزبيه
الرئيسية، الرئيس كلينتون وزوجته المرشحة السابقة، وكذلك الرئيس باراك أوباما والذي جاءت دعمه متأخرا قليلا، دعم نائبة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، القيادات الديمقراطية في عدد من معظم الولايات، وثم بعد ذلك حصولها أيضا على دعم المندوبين كما تفضلت وذكرت للمؤتمر. كل هذه أظهرت بأن هناك على الأقل رغبة قوية ومخاوف، طبعا المخاوف من ترامب هي التي عكست هذه الرغبة في توحيد الحزب الذي بدأ منقسما خلال الأشهر والأسابيع، خاصة الأسابيع الأخيرة التي سبقت قرار الرئيس بايدن بالتنحي. ولذلك أعتقد أن هذه كلها قد ساعدت كاميلا هاريس في التحرك، في تعبئة الحزب، في حشد الدعم لها في عدد من الولايات، ولذلك أعتقد أن هذه قد بدأت تؤثر. أيضا هي أن تحركاتها، قيامها بعدة زيارات في عدد من الولايات وإدلاءها بخطب لاقت ترحيبا في عدد من الأوساط، وليس فقط في الأوساط الليبرالية، وهذه كلها أعتقد كانت من العوامل التي ساعدتها. ولذلك أعتقد أننا سنرى، وكنا قد رأينا على الأقل أحد استطلاعات الرأي حتى قبل أن يتم الإعلان عن تقريبا ما يسمى الآن بحصولها على دعم الحزب، حيث أظهرت تفوقا على الرئيس بحوالي نقطتين، ولكن الرئيس السابق طبعا ترامب. ولكن أعتقد أن هذه كلها لا تزال مبكرة، سنرى مع الوقت أظن تغيير. ترامب لا يزال يحظى بدعم قوي أيضا في حزبه، ولدى نسبة قليلة لا يستهان بها من المستقلين، ولكن أعتقد أن الوضع في الحزب الديمقراطي الآن وضع كاميلا هاريس هو أفضل بكثير، والكثير سيعتمد أيضا على هوية المرشح الذي ستختاره ليكون نائب بمنصب نائب الرئيس. نعم. أمام ذلك أيضا تأتي هذه الدعوات لعقد مناظرة ما بينها وما بين الرئيس السابق دونالد ترامب، هل من شأن ذلك أن يقلب هذه الموازين ويؤثر من جديد، خاصة وأن الجميع يتطلع لمثل هذه المناظرات ضمن الحملة الانتخابية؟ فعلا المثير هو التوقيت، لما الذي حدث. طبعا الرئيس السابق ترامب يقول بأنه هو كان لديه اتفاق ليكون هناك مناظرة بينه وبين الرئيس بايدن في العاشر من أيلول، ولكن بما أن بايدن لم يعد هو المرشح للرئاسة فلم يكن هناك اتفاق. هذه إحدى نقاط الخلاف. النقطة الأخرى هي أن ترامب يقول بأن شبكة ABC هي هناك خلاف بينه، هناك دعوة كان قد رفعها ضد هذه الشبكة التي اتهمه فيها أحد الصحفيين البارزين جورج ستافانوبولوس بأنه هو قام بعملية اعتداء جنسي وغير ذلك، ولذلك رفع الدعوة هو. لذلك لا يمكن الاستمرار في التعامل مع هذه الشبكة لأنها قد تكون منحازة. الشبكة تقول بأنه هي ستافانوبولوس لن يكون له أي دور، ولكن إلى أي مدى هذا سيقنع ترامب هذا غير واضح. من الناحية الثانية ترامب أيضا أعلن أنه قد تم التوصل إلى اتفاق جديد حول الموعد، وهذا قد يكون ربما في الرابع من سبتمبر، ولكن في نفس الوقت الذي نسمع ذلك نسمع من حملة هاريس أنه لا يوجد أي اتفاق بين الجانبين، أن هي لا تزال ملتزمة بالاتفاق القديم. في نفس الوقت المتحدث باسم حملة هاريس يقول أنه ترامب يبدو أنه يخشى الدخول في مناظرة مع هاريس. طبعا هذه جزء من الاتهامات والاتهامات المضادة، ولكن أعتقد أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق نهائي حول هذا الموضوع. نعم، إذا ما تم الاتفاق حول ذلك والجميع يعلم كما تفضلت تأثير هذه المناظرات من ربما التقييم العام لشخصية كاميلا هاريس، هل من تخوفات معينة في مواجهة دونالد ترامب، خاصة بعد المناظرة الأخيرة بينه وبين الرئيس الحالي جو بايدن التي وصفت بالكارثية؟ هي فعلا كانت مسيئة جدا للرئيس السابق
بايدن لأنه وقع في عدة أخطاء، وكان زلات لسان ونسيان وغير ذلك، ولكن وهذه أثارت أسئلة حول قدرته على ممارسة مهمته، علما أن هذه أيضا كانت معروفة إلى حد كبير قبل ذلك، ولكن الديمقراطيين كانوا قد التفوا حول بايدن أو نسبة كبيرة منهم، مما دفع الأمور إلى الوضع. ولكن أعتقد أن هاريس ستستخدم بعض الأسلحة التي استخدمها ترامب ضد بايدن، وذلك السن، وستتهمه هو بأنه لديه زلات لسان. لا أعلم إذا كان هناك أي شخص في العالم ليس لديه أخطاء أو زلات لسان. ولكن إجمالا سأقول الفارق العمر أيضا هو عامل مهم، بينما كان بايدن أكبر بسنتين أو 3 سنوات من ترامب، إلا أنها هناك حوالي 20 سنة بينه. ولكن أيضا ما أظن قد يساعد هاريس هنا هو اختيار مرشحها لمنصبها نائب الرئيس. هذا سيكون من أحد العوامل المهمة، وأعتقد الآن أن هذا الأسبوع هو أسبوع حساس، حيث تجري فعلا يعني تقييمات معينة ومخصصة حول هذا الموضوع، وهناك 4 أو 5 أشخاص يعتقد تطرح أسماءهم كمرشحين محتملين. شكرا جزيلا لك من واشنطن، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون الدكتور إدموند غريب.